نروح لموضوع آخر، يمكن أي مسيرة تنمية الذي يعيق هذه المسيرة دايما بيكون حاجة من الاتنين، بنتكلم على بطالة، بنتكلم على زيادة سكانية. تحديدا محافظة الغربية في حقيقة الأمر شهدت فاعلية تنظيم الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل لشباب قرى حياة كريمة. الملتقى ده بيتم تنظيمه تحت شعار قرية بلا بطالة، وده من أجل مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل في هذه القرى. خلونا نقرب أكتر من الصورة من خلال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. صباح الخير سيادة المحافظ. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. سيادة المحافظ، يعني في البداية لو حضرتك تحطنا في تفاصيل هذا الملتقى التوظيفي والمستهدف منه تحديدا للوصول لقرية بلا بطالة. هو ده احد انشطه مبادره حياه كريمه. حضرتك عارف مبادره حياه كريمه صحيح. مش بس مشروعات بنيه تحتيه فقط، لا، هناك ايضا تنميه بشريه لتعديل السلوكيات وايضا غرس القيم والمبادئ وايضا لا. تمكين اقتصادي. في التمكين الاقتصادي احنا دايما بنشتغل على يعني التدريب على الحرف والتاهيل لسوق العمل ويعني ترسيخ ثقافه رياده الاعمال والعمل الحر وايضا توظيف واتاحه فرص عمل. فاللي حدث في هذه المبادره ان احنا بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم ومشروع قوى عامله مصر عملنا ملتقى للتوظيف من خلال 10 شركات كبرى، كانت موفره حوالي 185 فرصه عمل. اتقدم لنا في حدود 200 يعني خريج من خريجي المدارس الفنيه، هي كانت يعني مؤهله او يعني معموله او منظمه لخريجي المدارس الفنيه. حصل منهم 136 على وظيفة وبيكملوا أوراقهم دلوقتي، وده يعني في إطار إن احنا بنخلي دايما المواطنين اللي معلش أنا ممكن أسأل حضرتك هنا بيحصلوا على فرص عمل من خلال مبادرة حياة كريمة. نعم، لأن حياة كريمة الكرامة. بس أنا عندي سؤال هنا معلش يا سيادة المحافظ، فرص العمل وإنما أيضا في وجود يعني فرصة عمل. 136 وظيفة تم الحصول عليها، من إجمالي كام شاب متقدم للحصول على وظائف؟ حوالي 201 كانوا متواجدين متقدمين، حصل منهم 136 هم اللي كانوا بيحققوا الشروط بتاعة الوظائف اللي قدمتها هذه الشركة. نعم. طيب دكتور طارق، بعد التحية طبعا حضرتك ذكرت أنه 136 شاب هم اللي توفر فيهم الشروط، إيه هي الشروط دي يا فندم؟ هي الشروط طبعا كل شركة بيبقى ليها شروط معينة للوظيفة اللي هي طلبها، بتختلف من شركة لأخرى. طبعا يعني إجادة الحاسب الآلي، وفي بعض الأحيان بيبقى إجادة اللغة، طبعا المظهر العام، المؤهل، الدرجة اللي حصل عليها في المؤهل سواء كانت يعني جيد جدا أو امتياز إلى آخره. فبتختلف من شركة إلى أخرى على حسب احتياجات كل شركة والوظائف اللي بتقدمها في خلال هذا. يعني دي الشركات اللي بتكون بتحددها يا فندم؟ فندم؟ الشروط دي بتكون محددة من قبل الشركات؟ بالضبط يا فندم، الشروط بتبقى محددها الشركات عشان يحصلوا من خلالها الناس على الوظائف. نعم. هسأل حضرتك يا فندم على يعني إيه هي نوع الوظائف اللي بيتم تقديمها لولادنا في محافظات الجمهورية المختلفة أو بالأحرى في المحافظة عند سيادتك سيادة المحافظ، وهل بيتم رفع كفاءة المتقدمين ما قبل الدخول لاختبارات الحصول على وظيفة؟ بالضبط زي ما ذكرت لحضرتك كده، إحنا من ضمن يعني أنشطة التمكين الاقتصادي عندنا تدريب على الحرف ورفع كفاءة وتأهيل لسوق العمل، وزي ما قلت لحضرتك ترسيخ ريادة ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر. بنعمل دورات تدريبية، يمكن وصل لعدد هذه الدورات التدريبية إلى ما يقرب من 350 دورة تدريبية على مدار العام الماضي كله. بيشترك معنا جهات كثيرة جدا، على سبيل المثال جهات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وبرنامج مشروعك اللي هو تابع لوزارة التنمية المحلية، إلى جانب طبعا بعض المديريات زي التضامن الاجتماعي، زي القوى العاملة، زي وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي، كل دول بيقدموا برامج كثيرة جدا لتأهيل الشباب لسوق العمل. وبعد كده بتيجي الملتقيات التوظيفية علشان تتيح ليهم فرص العمل بعد ما يكونوا مؤهلين. المجالات ايه بقى يا فندم؟ كل المجالات يا فندم، انما الملتقى اللي فات ده كان مجالات خاصه بالتعليم الفني بانواعه المختلفه، سواء كان التعليم الفني التجاري او الزراعي او الصناعي، انما ما قبل ذلك كان في مجالات اخرى عديده جدا لخريجين سواء كانوا حاصلين على ليسانس اداب او حقوق او تجاره، او كانوا حاصلين على مؤهلات علميه زي مثلا علوم وتربيه الى اخره.
بيتاح حسب الشركات اللي موجوده او حسب الشركات اللي بتقدم الوظائف. فالملتقى بيبقى مدعو فيه مجموعه من الشركات بتقدم وظائف معينه، بيقدم لها الخريجين على حسب الوظائف المتاحه او المقدمه في هذا الملتقى. طيب دكتور طارق، من امتى المفروض ان الشباب دول يبتدوا مباشره العمل على ارض الواقع؟ مباشرة مجرد ما بيكملوا الأوراق المطلوبة منهم بيتم على طول التعاقد معهم من خلال هذه الشركات، وده اللي احنا بنشترطه مع الشركات دي لما بتيجي تنظم معانا الملتقيات، بحيث ان هو اول ما يكمل الملف بتاعه ويبقى قادر على انه يلتحق بسوق العمل او بالشركه بيبتدي يدخل على طول في دائره العمل المباشره. طب بالنسبه للملتقى يا فندم، هيتم بشكل دوري ولا هو حتى الان تم تنظيمه هذه المره فقط؟ ايه الخطه المنتظره بخصوص هذا الملتقى؟ لا بالعكس، ده مش اول او اخر ملتقى. احنا على مدار العام الماضي كله عملنا اكثر من ملتقى. احنا وفرنا خلال السنه اللي فاتت حوالي 10,631 فرصه عمل. ده رقم بسيط طبعا. فاحنا عندنا اعداد كبيره جدا من الملتقيات الى جانب الدورات التدريبيه والندوات. وزي ما قلت لحضرتك مثلا على سبيل المثال، في بنعمل برضه توفير لاحتياجات المشروعات. لو حد عنده مشروع ومحتاج احتياجات، زي مثلا على سبيل المثال محتاج لخيوط، محتاج مثلا لاخشاب، محتاج لاي احتياج لتشغيل المشروع بتاعه بنمده بيها من خلال التضامن الاجتماعي. عملنا وحدات انتاجيه على سبيل المثال لانتاج العسل ومشاغل، وشغلنا فيها ودربنا فيها عدد كبير من بناتنا والسيدات اللي موجودين في الكرة. فالبرنامج ممتد من اول حياه كريمه وابتدت المرحله الاولى وحتى نهايه المرحله ان شاء الله، ويمتد في المرحله الثانيه كمان باذن الله. طيب دكتور طارق، ما ينفعش تكون حضرتك معانا عبر الهاتف وما نسالش عما يحدث على ارض محافظه الغربيه تحديدا من مشروعات تنمويه وما تقدمه ايضا مؤسسه حياه كريمه لاهلنا في محافظه الغربيه، ونسبه الانجاز للقرى وصل لحد كام؟ مبادرة حياة كريمة احنا عندنا 935 مشروع اجمالي. احنا خلصنا دلوقتي بنسبة التنفيذ وصلت ل 81%. في كثير جدا من المجالات انتهت، زي البريد، زي المياه، زي المدارس، مجمعات الخدمية وصلت لنسبة تنفيذ 100%، والباقي على مدار ان شاء الله الشهر القادم باذن الله هتكون منتهية. ده فيما يخص طبعا المشروعات. طبعا حضرتك عارف انها بتشمل البنيه التحتيه كامله، ميه وصرف وكهرباء واتصالات وانترنت وايضا غاز، الى جانب طبعا تقطيم الترع والكباري وانشاء المدارس الجديده وتاهيل المدارس القديمه، انشاء المجمعات الخدمات الحكوميه اللي بتقدم خدمات حكوميه رقميه للمواطنين، انشاء مجمعات للزراعيه بيطريه عشان تقدم لاهالينا من الفلاحين التوجيه والارشاد الزراعي، وايضا تقدم التقاوي والاسمده الى اخره، ايضا رصف الشوارع وتاهيل المنازل. مبادره الحمد لله شامله، ما بتخليش حاجه، زي ما سياده الرئيس دايما بيتكلم بيقول عايزين ندخل داخل القريه ما نخرجش منها غير لما يكون كل حاجه فيها كامله، وده اللي بيحصل فعلا في كل القرى اللي موجوده عندنا اللي بيبلغ عددها حوالي 54 قريه في مركز ومدينه زفته. طيب دكتور طارق، خليني ارجع مع حضرتك مره ثانيه للملتقيات التوظيفيه. حضرتك ذكرت انه من خلال الملتقيات السابقه تم توفير اكثر من 10,000 فرصه عمل. لاي مدى يا فندم هذه الملتقيات ساهمت في خفض منسوب او نسبه البطاله في محافظه الغربيه لو هنتكلم تحديدا؟ احنا بنتكلم على محافظة الغربية خلال الثلاث سنوات اللي فاتت نسبة البطالة انخفضت بنسبة حوالي 2.4%، ودي نسبة اعتقد انها معقولة جدا. يمكن من مبادرة حياة كريمة كان ليها النصيب الاكبر في انها ساهمت في خفض نسبة البطالة في محافظة الغربية، ويمكن ده بيخلينا نتكلم كمان على موضوع توطين اهداف التنمية المستدامة اللي هي من احد مؤشراتها واهدافها القضاء على البطاله طبعا. سواء كانت بطاله الذكور او بطاله الاناث طبعا. لان احنا عندنا نسب محدده جايه لنا من وزاره التخطيط المفروض ان احنا بنعمل عليها من العام الماضي وحتى عام الهدف اللي هو 2030، ونخفض نسبه البطاله عندنا في محافظه الغربيه.
فدخول مبادرة حياة كريمة بتساعدنا كتير جدا على خفض البطالة، بل بالعكس احنا بنعد دلوقتي في الاربع مراكز اللي داخلة المرحلة الثانية، مركز المحلة وكفر الزيات وبتيون وقطور، بملتقيات توظيفية وتدريب على العمل الحر وسوق العمل، بحيث ان احنا نستطيع ان احنا كمان نقلل البطالة في هذه الاربع مراكز، وبالتالي يبقى عندنا خمس مراكز. والنسبة دي يا فندم تتفق مع الخطة الموضوعة او استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، مظبوط؟ بالظبط يا فندم كده، اللي وضعها وزارة التخطيط، واحنا على تنسيق كامل معاهم بشأن هذا الأمر، وهي الأمور كلها مرتبطة ببعضها، سواء كانت توفير أهداف التنمية المستدامة أو كانت حياة كريمة أو القضاء على البطالة، كل الأمور متشبك في بعضها من خلال تنسيق كامل ما بين الوزارات المختلفة بعضها وبعض. يعني مش محافظة الغربية فقط هي اللي بتقوم بالموضوع ده، لا، العديد من المحافظات من خلال مديريات الخدمات اللي موجودة عندنا بتشارك معانا كلهم فيما يخصه، بحيث إن احنا نحقق هذه الأهداف ونحقق رؤية مصر 2030 بإذن الله. صحيح، وفكرة تحقيق رؤية مصر 2030 بما يتوافق ويلبي احتياجات المواطن المصري تحديدا، لاني اعلم جيدا ان حضرتك بتقوم بجولات ميدانية بهدف استطلاع اراء المواطنين عن مدى قبولهم للخدمات اللي موجودة، وايضا معرفة المزيد من الخدمات يعني التي يرغبون في ان تكون متواجدة على ارض محافظة الغربية. بنشكر حضرتك دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.